رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونواصل. وصالح لا تطالعني يا صالح. انزين نبي نعرف الموضوع. لحظه الحين هي على بالها ان هي الحين انحاشت. شنو موضوع الترند الا عندك الموضوع؟ اخ شنو الموضوع؟ تو قلنا قبل الفاصل شنو؟ هيلب مي تكفين ساعديني. المهم شوفي اليوم هي لابسه هي لابسه خاتم ما شاء الله على شكل نمر. احنا بنلعب لعبه ايه اليوم وسايز قاعد اسمع صوتي وانتم قاعد توتروني. ما لا توتر انا مبتدئه لا لا واما صالح. بنعمه ربك فحدث. شايفه خاتمها؟ ادري. انزين مو عند الموضوع. في منه خمسه بالعالم. هي ما تحب كذي صالح. شو صار؟ هي ما تحب كذي. وين؟ وبعدين نشوف بالانستغرام هذا من وين. لا 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 انت تحب كذي عيل. انت اللي تنشر هالسوالف. انا ما احب كذي بس جد كم شريته. المهم يعني هديه. اي نوع من النمور؟ اي واحد. قولي كارتي نوكا. بانياب ولا من غير انياب؟ مع انياب بس خلاص ترى. بس مع انياب بس. اوكي خلاص خلصنا مرتاح.